حي الله المتابعين، رجعت لكم وحاب اشكركم على تفاعلكم اللي جاي يصير بالقناه، تفاعل رهيب يعني الصراحه. عاش تديكم، هي الغايه اخواني، يعني الصراحه الغايه من المحتوى اللي جاي اقدمه هي للفائده وهمات للونسه. يعني ما اعرف الصراحه، انا هم اتابع قنوات مال خلينا نسميها الدواجن، بس ماكو هيك تفاعل، ما اعرف يعني الصراحه هي جزء طريقة الكلام مالتي اللي هي ما بين الفكاهة زائدا المعلومة اوصلها. يعني اكثر الناس سولفت لي قالت انه انت توصل المعلومة بشكل يعني عجيب، فما اعرف يعني الصراحة هو هذا يعني اسلوبي انا بالكلام، بس مقصرين باللايكات يا اخي. اللايك حتى ما عليه ارباح، اذا تبالك يعني اللايك للارباح، اللايك فقط يرفع الفيديو، يعني ناس اكثر راح تشوف هذا الفيديو وتشترك وراح تساعدنا حتى نوصل للاكثر. وللمئة ألف قربنا ترى، ونفكر لكم إن شاء الله الاحتفالية المئة ألف راح تكون احتفالية نار، بس على فيديو التسعين ألف. أهو أكو طير بالتسعين ألف، بس راح يكون فيديو مختلف. هسا إحنا بعدنا ما وصلين، بس شيني أسولف لكم مقدما، فيديو المئة ألف راح يكون سؤال وجواب شخصي بعيدا عن أسئلة الطيور. هسا ما عندنا شيء، وشكرا لكم على تفاعلكم اللي جاي. هسا رجعت لكم قاعد وما عندي شيء، واذا ما عندي شيء مخه السالفه، فمعناتها اظل افكر، واذا اظل افكر لازم اسوي الشيء اللي جاي افكر بيه. قاعد اتباعت للكتاكيت، ضجت من الخانه مالتهم اصلا، قلت هسه حتى لا انظفها، المهم يعني ما عجبتني الوضعيه، فقلت ليش ما اصفط بلوكات على مود تصير الارضيه مالتهم تراب، اللي هو يعني القاع هي نفسها، حتى القاع هي راح تمتص المخلفات مالاتهم، لانه الصراحه يعني سالفه تعبانه. المهم شكلت الاناره وكملت كل شيء، بقت هسه بس نجرب الاناره، يعني مو الاناره، مصدر التدفئه اذا كان شغال او لا. يا الله ما شاء الله، جماعه الصف الثالث هذا الرابط شو يسمونه، توالي لو توازي، ترى بالثالث انا مو حاسب بالكم، بس شيني تارك هذا الربط، شوفوا واير واحد، انتم كتبونا بالتعليقات يسمونه توالي لو توازي بالغطاء، فهذا هو الغطاء مالها، عرفت شلون؟ يعني هذا كله يرتفع، يعني انا شيني الغايه من هذا الشيء، الغايه كتاكيت اخليهم هنا، مثل جيت قعدت هنا اشيل بلوكه اخليها تطلع هنا تتعلم، عرفت شلون؟ لان هاي بيها كبار وبيها صغار. فالمهم المهم يلا عباس بويه اوقف لهنا اول يا حيده، وهيجي انتقلت كل الافراخ لهذا الحاضن الجديد. والله الحراره تخبل الصراحه، الحراره بي تخبل، مو بس هيك يعني، راح اخلي هنا فوقه كرتون ومخليهم فتحه صغيرون. اخوان اول شيء تراب، الطيور تفتر وتاخذ راحتها بما انه هي كبرت، وثاني شيء يعني هاي الخانه شويه ما اعرف يعني الصراحه بيصير بيها ضروق فعلى العموم هاي الخانة او هذا الحاضن الجديد مالهم حلو. شنو رايكم؟ عاشت ايدي فرات، عاشت ايدي بقايا الضالة، يعني انا عندي خشب واقدر اسوي يعني شكل مرتب وهيك شيء، بس لا قلت انا هاي السكيبة اصلا ما جاي استخدمها، مكترها على صفحة، قلت خب استخدمها، والسيم الزايد عندي هم ما تسويته. بس شنو رايكم؟ شوفوا حتى الكتاكيت قامت تلعب وتفتر براحتها، جيد عمي، عاشت ايدي عاشت ايدي. انا ذا افكر رجعت لكم بعد ما ثبتت ام رقيبه انه هي كاركه، وهاي ام رقيبه مثل ما تشوفونها قدامكم امريه معدله ومرتبه، شوفوها ابويا بالقران، هاي الدجاجه الزينه. المهم بعد ما ثبتت كاركه نجي نكركها، تدرون انتم ما ظل عندنا بيض الا القليل، ليش؟ لان كركنا كريمه، وكركنا اخت كريمه اللي هي هاي، وذبينا 59 بيضه ما الدجاج بالفقاسة، بس عندنا بيض. تعالوا هسه انا احتاجيت بلوكات من هذا المكان اللي هو العش القديم، وكان القى ثلاث بيضات. هاي البيضة يا اخوان انتم كتبولي بالتعليقات المن، هاي 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 البيضة هاي المن، وهاي البيضات نبقيهن هنا، هاي ما راح اريدكم انتم تحزرون تكتبولي هاي البيضة المن، وبعدها نجي نسحب البيض اللي موجود جوا ام رقيبه، لان هذا البيض هي اصلا ما راقده عليه، لا مو ما راقده عليه، يعني احنا ما نريدها تكرك. شوفوا الحوصله، شوفوا الحوصله ما شاء الله،
المهم هذا البيض احنا وهذا المكان ما ريته تكرك بيه، ليش؟ لان الدجاج البقيه يجي ينام وياها. فنسحب البيض ونخليه بالطاسه مالتنا، ما بين دجاج عرب ولهمان، مو مشكله لا تخافين، هو اصلا راح نرجعه. ليش بس مو بهذا المكان؟ ليش مو بهذا المكان؟ لان هذا المكان يا ام رقيبه متعود الدجاج يبيض بيه، فلازم نخليه بغير مكان حتى نتجنب ما يبيض وياش الدجاج. او هذا بيض ما شاء الله مال لهمان، شوفوا اها شوفوا هاي بيضتين مال لهمان اللي هن هذن اللهمانات. والله عمي بيضتنها، صبرنا عليك هن هواي وبيضتنها. وهنا جبنا التبن ونحط تبن وبعد تبن او قش تردون تسمونه سمو قش تبن كيفكم. بعدها نخلي البيض 2 5 وهذا النية ال 18 بيضة ما بين دجاج عرب وأربعة فينيكس. فينيكس هذا الدجاج اللي يصير الذيلة مترين أو ثلاثة، سولفت لكم عليه. هذا البيض تبقى مرقيبة، أرجوش قبلي بالمكان، أرجوش قبلي بالمكان الجديد مرقيبة، لا تفشلين ويا المتابعين. هذا والله خوش مكان، والله العظيم خوش مكان، أرجوش قبلي، أرجوش أرجوش. بس مرقيبة العدد مو كأنه هواي عليك، شنو رأيك نشيل هنا 18، شيل 2 شيل 2 زين زين مو مشكلة. سمعي أرجع لك بالليل وإن شاء الله ألقاك حاضر. حكم الله بالخير. يلا أكله بصل أخضر دائما يعني جيبولي وأثرم، وحتى أبو الستوتات الهاي اللي رايح والمتعدل حجية كاظة يما طينا ورق خس يما طينا بصل، حتى الستوتات راح يشردون بعد ما يجون للديرة فرد نوم. كركة عندي اللي قلت لكم عليها، كركة شوفوا ما شاء الله، هاي اختها شوفوا اختها هاي 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 جاي تبيض هنا أنا. بس لسه ما بيضت. ايه افتهمنا بس. وهاي هنا بيضاتها كريمة، واخت كريمة هناك جوا كاركة، بس بيض ينقصنا بعد بيض، يعني لازم ننتظر لانه اثنين عندنا بقن جاي بيضا، اللي هي هاي شوفوا هاي بعد تبيض الدجاجة البيضة، وبعد وينها ام الفروخ الوقحة ذيك، الوقحة هم تبيض ترى من زمان صايلها تبيض، عرفت شلون؟ فهنا بقن عندنا بس ذن الاثنين، يعني راح لازم الم الم الم. خلنا نشوف بعد شوي جزاء اطلب المساعدة من صديقي، احنا عندنا خير من الله، بس ما دام كاركات نكرك. كهرباء انقطعت من الصبح، من الصبح كهرباء ماكو. شوفوا نرفع لكم شوية من الصبح كهرباء ماكو، هاي عطبت الوايرات وظلت الكتاكيت. خوش نقلة هاي، مبارك على حظك فريد. والجماعة ذول الخضيرية هذا مقضيها بس يطلع من هاي الفتحة، هذا الماي قاعد احط لهم بس ما اخليها، يعني هالسمت بس يخلصون انه بالعصر يلا احط بس ياكلون ما شاء الله. بس بالخانه افضل اخوان، يعني افضل من ما ظالين برا يسحقون وسالفه تعبانه. او يا هلا بكريمه حياك الله حياك. طبعا جاي تجي ها شنو نسينا، مو احنا هاي قاعد تبيض ثلاث دجاجات قاعد بيضن عندنا، هاي هم تبيض، هاي تجي تبيض وياها. بس انا مخطط البيض لذلك اسحبها واكترها هنا، فهسه كركت هاي. بس لازم شو اسوي بما انه احنا كركنا هم كركنا مرقيبه بهذا المكان بعد تدرون انتم، بس ما خططت البيض مالها، لذلك راح اخطط البيض مالها واحتمال اسحب من عندها كم بيضه، لان شو شكلها ما حاضنتهن، بس هي كبيره مرقيبه مرتبه والله، طلعت لنا افراخ تتذكرون لو ما تتذكرون. وهاي همينا ما شاء الله هم كاركه عندنا هنا، واحتمال والله راح احاول اخلي هاي اخليها هناك تكرك ذاك الخانه ذيش الاضافيه، بس يفقس ان هذا نشيله من هنا، واحتمال نسوي بعد خانات نفس هاي كلش اللي هناك للسياج نوصلها، لانه حتى انه بالمستقبل جاي يكثر الدجاج مالنا، هاي كتاكيتنا راح تكبر هم يحتاج المكان بيضا بيه والتكريك. رجعت لكم، خابرني صديقي يريد يعزل الطيور مالاته، فانا استاهد عنده دجاجه مرتبه، فحرامات تنباع وتروح للسوق، شنو رايكم؟ شنو رايكم بها؟
جمال، ومن هاي الضخمة اللي سولفنا عنها بالفيديو الفات وقلنا باكستاني على أساس نفس الصنف كرش. أها بس يعني مبدئيا راح أعزلها هنا بهاي الخانة. هو قال أنا توني فاطمها من أفراخها مثل ما شوفها شو شون دقاقي. مبدئيا أعزلها هنا بهاي الخانة وأنطيها من هذا العلاج مالنا اللي هو مال التنفسية، اللي هو خلي نسميه للوقاية، نطيها مثل ما قال لنا الدكتور خاشوقة على اللتر، حتى شين خاف ناقلة فيروس، خاف عرفت شلون؟ للوقاية. بس شين رأيكم بيها؟ والله أنا صراحة عاجبتني من زمان، وأنا يعني مو ما عندي دجاج، عندي خير من الله، بس حرامات إخوان يعني هاي هيك دجاجة مرتبة وشوف الجمال مالها، تروح تنباع للسوق. وبعد انقطاع تقريبا من الصبح، تقريبا من 7 الصبح لحد غايه 2 الظهر، يلا توها يلا اجت الكهرباء، وهسه نستطلع عندنا خسائر او ما عندنا. والله عدكم هذني على اساس انه بوطاني، مو لحظه مو لا، هذا واحد تعبان فرد نوب، وهذا ميت مو اي هذا ميت، هو منه مستعبان، بس استعدلت وضعيتهن بعد ما نقلتهن هنا، وشفتوهن انتم شلون ظلني لعبن وهاي، بس بعد هاي انقطاع الكهرباء يسبب. والله اخوان والله وداعتكم، لو عندي مزرعه كبيره وعندي كهرباء مستمره، والله ما ادري ايش اقول لكم، ايش راح اسوي الا اسوي كارثه بالعالم، الا اصير اكبر منتج بالعالم. بس بعد هل هي هيك وما جاي يصير النوبة؟ يلا هاي الحمد لله على كل حال، وكلمتنا المشهورة الخير بالموجود، الحمد لله والشكر، الحمد لله والشكر. هذين الاثنين تعبانات والبقية كلهم زينين، اتوا يلا جت الكهرباء والحمد لله والشكر، يعني كهرباء من 7 لحد الآن، وتقريبا الأفراخ مسيطرة على وضعيتها، اي مسيطرة على وضعيتها. المهم فناجس ترى مصخنها، مرقيبة شنو وضعش؟ وضعش جيد. وكركة هاي شين هاي؟ والله تضحك علي بالقرآن، وين راحت والله؟ وين؟ واحدة من ذنيش البيض اجي القاها كاركة، اوخرها ما توخر النوبة، عوفوها. الفناجس مصخنها ترى، وصار لهم فترة كلش طويلة وما ادري اكو كشور لو ماكو، شوفون انتم لو ماكو كشور، يعني ادخل خربان وداعتكم، خربان وداعتكم. اها يلا نبلش بذولي، نفتح شوي حتى يبين عندكم اذا كان اكو شيء، انا ما اشوف شغله فلاش. شنو تشوفون؟ تشوفون شيء يتحرك؟ اقلكم اكو شيء يتحرك مو؟ افراخ افراخ صدق؟ قاعد تشوفون اكو شيء يتحرك؟ انا ما اشوف. هاي مو افراخ؟ اي والله افراخ. يا الله يا الله. بس ايش قد هذن؟ 3؟ لا هذي شبيضة. 2 يمكن مو؟ والله خلنا نحمس لحظة. هذا نشوفون 2 زين. ما شاء الله واخيرا والله. زين. هنا شيء. هنا شكو طم، ما تطم بعتين على البيضتين، بالله لحظة بعتين على البيضتين، هذا شوفوا بعتين على البيضتين جيد، وهذا البيض مال السمان شوفوا، بس هذا مو ملكي اخوان، هذا مو ملكي، هذا مال السمان مال شو اسمها العادية شوفوا، هذا هنا 3 وما ملقح، يعني ما ملقح اصلا، هو ما ملقح فنرجع هنا اصلا، عوفوا شنو بيه، خلي هنا منظر وخلي. اجيناكم هنا يم الفقاسة حتى نعطيكم نتائج فحص اولية، ما راح افحص كل البيض، بس اريد اعطيكم نتائج فحص اولية بالنسبة للبيض قبل لا افتح اشوفكم الحرارة والرطوبة. طفي الفلاش لحظة، شوفوا الحرارة 37.5 يعني 37.5، والرطوبة 63 يعني كلش زينة كلش زينة، هي هاي الرطوبة المناسبة للتفقيس ان تكون بال50 وبال60، عرفتوا شلون؟ هي هاي افضل شيء، حتى هو هذا الموقع تشوفوا
يعني اللي مضبطة عليه الفقاسة، بالنسبة للرطوبة هي تصعد وتنزل بوحدها، هذا هيك يعني. أما بالنسبة هذا فلا، هذا يعني مضبوط بالمليم، إنه توصل 37.5 تفصل خلاص تطفى، يعني تطفى الجلوبات مالات. هسه بسم الله الرحمن الرحيم، وما راح أشوفكم لأن شارح لكم أقلكم الوز، ناسين بيض الوز إحنا. يلا يلا هاي خلنا نفحص، خلي أفحص وأرجع لكم، لأن أنتم شايفين طريقة الفحص وتعرفون، أفحص وأرجع لكم. أوف وصلت والله بيض خير إن الله أخوان ما شاء الله. هذا كله شاد، شوفوا هذا كله شاد، وهاي الأربع حاليا ما شادات. أكمل هسه، كملت فحص. شوف هذا البيض من هنا، هذا يعني هذا المجموع، هيش نسوي الشاشة حتى تعرفون، هذا كله شاد وبي أفراخ. هسه أنا ما حسبت إيش قد، وهذا أخوان كله ما بي. اللي لاحظته هسه شيني، إنه البيض اللي صاير بنهاية الفقاسة هناك كله ما شاد، كل البيض اللي موجود بنهاية الفقاسة ما شاد. شنو الوضع؟ والله ما أدري الصراحة شنو الوضع، ما أدري. كمية كلش كبيرة أخوان، كلش كبيرة، يعني شوفوا شوفوا إيش قد، لا بيضة لا بيضتين لا عشرة، خير من الله. هذا زين جو الدجاج ما جاي يصير هذا الشيء، هاي هم مشكلة والله ما أدري. المهم الحمد لله على كل حال، هذا البيض اللي موجود هم تقريبا ب 20 او 30 بيضه، كلهن بيهن، عرفت شلون. فهسه راح ارجعه كله، خاف انه يعني هو تقريبا صاير له 5 ايام، اي تقريبا 5 ايام، فما راح نحكم على هيك شيء. ها بقى هذا الثاني، خلنا نفحصهم بيهن افراخ، هذا المالات الخضير اللي ظلن اخر شيء جوا الخضيريه، ما نحكم على هاي النتيجه. 10 ايام او لا 20 يوم، فقسن 10 ايام وافحص، يعني بعد 5 ايام وافحص، عرفت شلون. هسه رجع البيض كله للفقاس، رجعت صفطته من جديد مثل ما قلت لكم. هذا هو الشادو بي افراخ، شوفوا 28 بيضه كلهن بين افراخ اللي هن هذا، تشوفون هذا 28 بيضه، وهذا البقيه اخوان يعني كله ما بي. يلا يلا هاي هي. مثل ما قلت لكم بعد 5 ايام ونرجع نفحص، ومو مشكلة، شن اللي تطلع على الفقاسة خلي تطلعه، أفضل من ما ظلك ما حاطين جواها بيض. طبعاً أنا أرجع وأقول لكم، هو أفضل شيء التكريك جوا الدجاجة أو جوا البش أو جوا البطة، هذا من تين من يمه. الفقاسة تقول لي فقاسة لو دجاجة، أقول لك رجعت لكم راح أشوفكم شي، بس لحد يضحك لحد يضحك، مو تقولون تضحكون علي. جبت أصباغ حتى أصبغ الحائط، بشاركم هذا لون بالله جوزي، ادري شنو طاق لي واحد ومدمي هنا أنا بشرفكم. طبعا اخوان ما ترهم يعني، حاجيت الرسامه صديقتي والسالفه تعبانه بالنسبه للحائط، اما بالباب قالت اريد اروح للزياره، عرفت شلون؟ فاجلت الموضوع، يعني قالت على ما ارجع ان شاء الله راح تصبغ لنا هنا على الشيء اللي انتم طلبتوه وقلتوا مثلا، ولا اقول لكم انا مفكر ديتش ودجاجة وأفراخهم وعلامة اليوتيوب وحي الله المتابعين وفرات الصياد، شنو رأيكم؟ شنو رأيكم؟ طولنا رأيكم. بطاريق مثل ما اتفقنا وقلنا أنه نريد نبيحن، تحياتنا لأحد متابعينا أخذ من يمهن 3، خوش 3 أخذ من يمهن، بقى عندنا زوج حاليا. الخضيرية شنو أخبارها؟ أم الأفراخ والله هي الصراحة اخوان، والله شكلي راح اطلعها وابقي افراخها ببحتهن، لانه هي اصلا نفسها تريد تطلع، فما ادري. المهم الساعة هنا بيضت الدجاجة بهذا المكان اللي هي الوكحة ام الافراخ، هاي اللي قلت لكم عليها كاركة، سمعوا صوتها؟ شوفوا بس ما جاي ترقد، ما اعرف ليش ما جاي تثبت، رغم انه احنا كركناها على بيض خضيري، تتذكرون هنا من كركناها، وهاي دجاجتنا الجديدة ما شاء الله ما شاء الله. وهذا البيض وحصيلة اليوم مال البيض، زين اللهمانات اثنين هن جاي بيضا، هاي شلون بالله، لحظة مرخصت شين هاي بالله، بس شوي مرخصتكم عندكم، انا هاي تبيض وهاي تبيض بالله، اكفو هاي تبيض وهاي تبيض اثنين، لا ها
يعني انت مو كاركة اصلا، بعدش تبيضين، مو المفروض، لانه هسه حاليا 4 بيضات اليوم، فلازم هاي بيضت وهاي بيضت وهاي وهاي، لان هاي بعدها فروج يعني مو كلش كبيره، شوفوها بعدها مو كلش كبيره، فالظهر هذا اني بعدها 4 بيض، يعني اللي حق اللي منه وجبه مال بيض، ولو مانات همين هاي بيضه، والمفروض اكو بعد وحده، ماكو بعد وحده، هاي بس وحده، ما اعرف يعني اكو وحده يمكن بين يوم ويوم تبيض هيك، بس هنا ما شاء الله الانتاج مالهن مو طبيعي. والفرخه مالتنا هاي هنا بمكانها مرتاحه ومتونسه، بس لو ما هاي قطعه الكهرباء اليوم يعني اثرت علينا كلش، والله اثرت، بحيث انطينا هاي الافراخ الثنين اللي هن على اساس بوطاني مثل ما سموهن الولد، انا ما سامع والله بهذا الاسم، بس يعني هم قالوا نوعيه موصليه، دجاج موصلي. السلام عليكم، رجعنا لكم يم الطيور. فاليوم الجو هواء، عندنا هذا 100 طيور نقلناهن هنا، هذا تار، هاي الكينج، وهاي الحمر، هاي امهن ترى، هاي امهن. فنصور لكم هذا نيت الطيور، ورجعنا لكم هنا من الطيور. عندنا هذا الزواج، هاي السودة، عندنا هذا مزرقين جواهين التور، هلا جو الكينج حاطين ياها بيضتين، وعندنا هذا هذا فرخ مال التار، هذا شوفوه صاير شعوذة، صاير بجسمي خطيه متبهدل، ها شوف هال ارجع ارجع، راحت امك وخلتك هنا تلفيها، مو ابوك، هذا ابو، شوفوه هذا، نصور لكم اليوم يم الدياجات، وهاي طب يم الدياجات اليوم، وعدنا والله هاي هنا أنا قاعدات الربيع، شو ديج نايم فوقها، تعال طلع تعال، شوفوا هاي القعفة، ها ها ها، اسم الله عليك، اسم الله، هاي اي نقرتني هاي القعفة، وهذا الديج فريدها، هاي اكون تقوم خاطر مني يكفوسها الديج يسوي لمسة يد، فنجمع البيض مالها ونقعدها من جديد، امي ذات قدي، هذا الديج والله خوش ديج، شوف اريد اراي ام داكي، والله هنا ننتهي وياكم حلقتنا اليوم، لا تنسونا باللايك والاشتراك، او دانا نكون وصلنا وياكم لنهاية حلقتنا مال اليوم. طبعا كريم مستعجل ويريد ينهي الفيديو بسرعة، اقلكم هم عندكم انتم باردة، احنا ترى بالبصرة حاليا عندنا باردة تقريبا صايلها يومين هوا، شوفوا مثل ما تشوفون هوا والجو بارد بارد من صدق يعني بارد. بخصوص البيضة، طبعا البيضة تابعة السنفور اخوان، بس شيني اخوان، هي هاي التجربة انه الهراتي راح يصير تلقيح ما بين البطيات والهراتي، حسب رأيي وعلميا ما يصير تلقيح، لكن احنا شنو الخسرانين ما نجرب، مو لان هسه هواي ولد راح يقول فرات هسه انت شنو الخسران، جرب يا اخي لعيونكم، عم نجرب البيض اللي راح تبيضه سنفورة راح يدخل ما يدخل، نخلي جوا دجاجة، هسه تقولوا لي الصوش من الفقاسة مالتك يدخل جوا دجاجة مو مشكلة، هسه راح تكرك هاي انتظروها شوية وراح نخلي البيض جواها، حتى تكون التجربة خير دليل، احنا ليش نقول ما تصير وعلميا ليش نقول هيك، عندنا بيض وعندنا دجاج ونفقس تدللون. قبل لا نختم نشوفكم النعامات، شغلنا الفلاش اشوفكم شلون نايمات، شوفوا 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 شلون نايمات، شوف حاط راسه فوق اخوه، قاموا قاموا والله العظيم اخوان، لو ما هذا الهيتر غير ما يظلون نهائيا، ما يظلون والله يموتون، لان بارده سبحان الله، يعني صارت بيها بروده.
والنعام مثل ما قالوا لنا انه ما يتحمل البروده، لان هو اصلا طير صحراوي غضبانه. الله هي غضبانه، الله عليك. شنو الاخبار؟ والله بدني برزن ما شاء الله على اللون. اخوان شوفوا لي، شوفوا لي يطلع حراتي. تخيلوا وياي هذا اللون يطلع حراتي. بو اذا دقيت الناقصة بينا وطلعتي متلقحة من الديك وبرقيبة، يا فشلة الفشلات بين العربان نصير والله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله. بس لا والله يمكن هراتي. لا شوفوا النصبة يعني طوال طوال. ما شاء الله حلوات. وانا جوها 8 8 افراخ. هن افراخ نفسهن، عرفت شلون؟ يعني ماكو بعد. لا اكو جوها 2 ابو شو اسمه عرب. يعني شوف هسه شوف الاختلاف. هذا شنو؟ هذا شنو الاختلاف؟ هن كل نيشابهن صيلوتي انا والله. هن كل نيشابهن. هن 4 بعد 1 بعد 1 هذا هذا هذا. شوفوا هسه هذا. ركزوا ركزوا وياي انتم، خلوا بالكم وياي. هذا عرب، شوفوا شوفوا هذا عرب. اما شوفوا هذا يختلف، هذا لا ما يختلف نفس الشيء. ها شنو الحكي هذا هسه؟ المهم وصلنا وياكم لنهاية حلقتنا مال اليوم. يا رب ان شاء الله استمتعتوا. لا تنسونا من اللايك والاشتراك، اودعناكم.